السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي الجريان كويزين. اليوم إن شاء الله نحضر معكم طريقتي في تحضير بعض الساندويتشات. أول حاجة نقطع 2 حبات بصل، 3 سنينات ثوم، الفلفل طرشي، شوية معدنوس. أول حاجة ندير الزيت في المقلاة يسخن، كي يسخن الزيت نرمي البصل نقليه في هذاك الزيت. هنا راه تقلالي البصل، تقلالي مليح تقلى. هنا كي تقلالي البصل نزيد نضيف هذاك البصل، هذاك الفلفل اللي قطعته، ماشي شرط يكون بالالوان، نتي وما عندك في الدار. نزيد الميكسيه مع هذاك البصل اللي قليته في الاول. هنا نزيد نضيف شوية ثوم، منضيفهاش كامل. ومن بعد كي تقلالي الفلفل مع البصل نديرو بجيه في طبسي، وفي نفس المقلاة نزيد نضيف هذيك الثوم اللي بقات لي، تقليها في شوية زيت، تخليها تطلق بنتها. ومن بعد نزيد نرمي الدجاج اللي قطعت مكعبات. هنا كيتقلالي الدجاج نزيد نرمي شويه معدنوس. وهنا نزيد نضيف هذيك البصل والفلفل اللي قليته في الديبي، ميكسيهم بيان مع بعضهم. وهنا نزيد نضيف هاد لي زيبيس شريتهم مع البراد، مع دوك الساندويتشات اللي راح ندير فيهم هاد الخلطة. ما تنساوش ضيفوا شوية ملح باش ما تجيكمش مسوسة. وهاد الصوص، هاد الصوص كاني جات مع الساندويتشات، شريتها واجدة، تلقاها في الباكيت تاع لي ساندويتش تاع الخبز. عفوا.
هادو هما الساندويتشات اللي راح نقدمهم، شفتهم على شكل دائري. انا ندير ورقة تاع شلاضة ونزيد نضيف هذيك الهشوة اللي وجدت تاع الدجاج والفلفل ونروليهم بيا، ديرهم على شكل رولي. انا نزيد نضيف شوية مايونيز كيما تحبي، كاين اللي يحب وكاين لا، بس بالمايونيز تجي بنينة. هنا راني وجدتهم وزينتهم بحبيبات طوماطيش صغار، رفقتهم مع كاس تاع الجو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، وان شاء الله يكون خفيف ظريف عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي، بسلامه.